نتابع الآن. This new type of business. This new type of business. هذا النوع الجديد من العمل has attracted techno criminals. قد جلب انتباه. Attracted. لاحظوا. Attract. أي pay attention. بمعنى pay attention. يعطي الانتباه. يجلب الانتباه. إذن has attracted techno criminals. Who order goods without paying. قد جلب انتباه المجرمين التقنيين الذين يطلبون order. الفعل order بمعنى ask. يطلب. الذين يطلبون البضائع without paying. بدون دفع. أي بدون أن يدفعوا قيمة هذه البضائع. Or break into. لاحظوا هنا إلى هذا الفعل break into. الفعل break لحاله بمعنى يكسر أو يحطم. وهو فعل شاذ. وتصريفه نعم تصريفه broke broken. أما الفعل break into بمعنى يخترق. إذن break into يخترق. Or break into the computer systems of businesses and move money. أو يخترق أنظمة الحواسيب للشركات. لاحظوا هنا كلمة businesses تعني شركات. شركات الأعمال بمعنى companies. ومرادفها companies أي شركات الأعمال. إذن or break into the computer systems of businesses and move money to their own account. ونقل المال نقل الأموال إلى حساباتهم الخاصة their own account. Or send viruses أو إرسال الفيروسات. لاحظتوا؟ إذن send viruses. إذن إرسال الفيروسات. سنشرح لكم كلمة فيروس في المرادفات أيضا. Which can seriously damage computers. والتي من الممكن بشكل خطر. Seriously أي dangerous. Serious وتعني dangerous بشكل خطر. Damage computers تخرب الحواسيب and the information they contain. والمعلومات التي تحتويها and the information they contain. كما تعلمون بأنه في أجهزة الحواسيب أو الموبايل عندما يصيبها عندما يصيب الجهاز الفيروس فيتعقل الجهاز وبالتالي يحتاج إلى فرمتة تذهب كافة المعلومات يحتويها هذا الجهاز والسبب هو الفيروس. إذن الفيروس الفيروس هو عبارة عن bad program. أشرح لكم كلمة فيروس. إذن bad program برنامج سيء. إذن برامج سيئة bad programs which can damage computers يمكنها أن تخرب الحواسيب. These viruses هذه الفيروسات can affect لها تأثير يمكن أن تؤثر millions of people worldwide يمكن أن تؤثر على ملايين الناس worldwide حول العالم. الآن الفقرة الأخيرة من النص. Criminals المجرمون can use the internet to plan crimes. إذن criminals can use the internet to plan crimes. المجرمون يمكن أن يستخدموا الإنترنت للتخطيط للجرائم to plan crimes and pass on. Pass on بمعنى move ينقل. Pass لحالها الفعل pass بمعنى ينجح ولكن pass on ينقل بمعنى move and pass on وينقل confidential information وينقل المعلومات السرية. إذن عن طريق الحواسيب
بإمكانهم أن ينقلوا confidential information. confidential تعني secret. secret أي سري. confidential information معلومات سرية more easily أكثر سهولة than meetings or telephone conversations من الاجتماعات or telephone conversations أي أو المحادثات الهاتفية، بمعنى بأنه عن طريق الإنترنت يكون هنالك سهولة بنقل المعلومات السرية أو الخطرة أكثر من الاجتماعات أو التليفون conversations المحادثات الهاتفية. الجملة الأخيرة Computers allow criminals access to millions of people. الحواسيب تسمح للمجرمين access to millions of people أن يصلوا إلى ملايين الناس whom they may pursued الذين من الممكن أن يقتنعوا pursued يقتنع to pay for something worthless لأن يدفعوا لقاء شيء ما worthless لا قيمة له أي without value without value بدون قيمة. الفكرة الأخيرة أوضحها لكم أكثر، كثير من الأحيان نسمع بأنه تمت عمليات بيع بطريقة على سبيل المثال بيع آثار على أنها آثار قديمة وبعد ذلك طبعا تكون تتم عملية البيع بأرقام خيالية وبعد ذلك يتم الاكتشاف بأنها مزيفة. إذن كل ذلك يتم عبر الإنترنت وعبر وسائل التواصل عن بعد. إذن وهذه هنا الفكرة بأن المجرمون الحواسيب تسمح للمجرمون بالوصول إلى ملايين الناس worldwide حول العالم. والهوم الذين هنا سؤالي What does the word whom refer to? What does the word whom refer to? إلى من يعود أو على من يعود الضمير whom هنا؟ نعم يا فاطمة على من يعود؟ It refers to millions of people. إذن it refers to millions of people تماماً. حقيقة هون بدنا ما نغلق بين millions of people وcriminals لأنه في عنا بدنا نفهم الجملة منيح. يقول الحواسيب تسمح للمجرمين بالوصول إلى ملايين الناس الذين من الممكن أن يقتنعوا أن يدفعوا لقاء شيء ما لا قيمة له. من الذي سيدفع لقاء شيء ما لا قيمة له؟ هل هم المجرمون أم millions of people؟ الناس بالتأكيد هم millions of people ملايين الناس وهو نعم وهو ضمير وصف صاحبه نعم نعم أيضاً انتبهي هنا بأن ضمير الوصل هم يستخدم للمفعول به ضمير الوصل هم يستخدم للدلالة على المفعول به وليس الفاعل. لاحظوا هنا لم يكتب لكم هو وإنما هم لاحظوا الام وهو ضمير وصل يعود على مفعول به وليس على فاعل. وهنا في هذه الجملة المفعول به هم millions of people ملايين الناس. اتضحت الفكرة؟ ذكرك نعم. نعم هل من سؤال؟ ذكرك استاذ تعد لي هي هون كان النت مقطوع. طيب أعيد الفكرة الأخيرة. قلنا في الفكرة الأخيرة بأن computers allow criminals الحواسيب تسمح للمجرمين access to millions of people بالوصول إلى ملايين الناس whom they may pursue to pay for something worthless الذين من الممكن أن يقتنعوا لأن يدفعوا لقاء شيء ما worthless لا قيمة له. أنا سألت سؤال هنا وقلت What does the word whom refer to على من يعود الضمير whom هنا؟ بالتأكيد هنا
ضمير هوم هو ضمير وصل يعود على مفعول به وليس على فاعل، إذن هنا يستخدم للدلالة على المفعول به. دائما الضمير هوم يستخدم للدلالة على المفعول به، أما هو تستخدم للدلالة على الفاعل والمفعول به، ولكن هوم هنا تستخدم فقط للدلالة على المفعول به. فلذلك هنا من هو المفعول به في الجملة؟ بالتأكيد هو millions of people. من الذي سيدفع لقاء شيء ما لا قيمة له؟ هم millions of people، ملايين الناس.